وهم كلهم عدول قد عدلهم الله ورسوله. والآيات كثيرة، حسبنا قول الله عز وجل يقول لهم كنتم خير أمة أخرجت للناس. كيف عرفنا أنه يقول لأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام؟ لأن هذا خطاب إيش؟ ها؟ أسلوب إيش؟ مخاطب. من يقول الله عز وجل كنتم؟ لما نزل القرآن من كان على الإسلام غيرهم؟ لا أحد. فهذه الآية تزكية من الله لهم لما قال كنتم خير أمة أخرجت للناس. ومصداق هذه الآية أو ما يوافقها تماما كنتم خير أمة، قال النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس، أو في حديث خير القرون قرني. من هم قرن النبي عليه الصلاة والسلام؟ أصحاب. فهذه تزكية من الله ورسوله. بقي أن يقول قائل طيب نحن نقول الحديث يقبل من الثقة، والثقة والعدل الضابط. عرفنا أنهم عدول، كيف نعرف أنهم ضابطين للحديث؟ يعني ما في صحابي عامي، في صحابي ينسى، في صحابي سيء الحفظ. نقول الذين رووا الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم عندهم من الدين والورع ما حملهم على أنهم لا يروا إلا ما هم قد تأكدوا منه. الذي عامي من الصحابة أو حفظه سيء أو نسي أو يخطئ، هذا ما يروي الحديث. وذاك ليس الصحابة كلهم رووا الحديث، الصحابة الذين رووا الحديث هم قلة جدا بالنسبة لمجموع الصحابة، بل فيه مشاهير من الصحابة ما رووا الحديث أو رووا حديث أو حديثين. أنت عمرك ما مر عليك حديث عن خالد بن الوليد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ها فيك اللي مر عليك ولا نقول له ما مر؟ حسب عن نفسك مر عليك؟ عن خالد بن الوليد رضي عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم. لا لا لا، هو يروي حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم. الجواب لا. وبين الجراح لا. يعني الأحاديث مو كل الصحابة رووا عن النبي. عمرك مر عليك صحابة عن خديجة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا. تبهتم؟ فالصحابة صغار الصحابة هم الأكثر من رواة الحديث عن كبار الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وتارة يذكر الواسطة وتارة لا يذكر الواسطة. يعني لو أن أبا هريرة روى حديث عن عمر أو عن أبي بكر أو عن غيره من الصحابة وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يضر. ليس بالضرورة كل صحابي يسمع صحابي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الصحابي الذي حدثه، وإنما يقول مباشرة ماذا؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وليس بغريب، نحن الآن نقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه، معنى ما سمعنا الرسول عليه الصلاة والسلام، وإنما الحديث رواه مسلم عن كذا عن عثمان عن النبي عليه الصلاة والسلام. فنختصر نقول قال رسول الله. فالصحابة منهم من يسمع الحديث عن صحابي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وماذا يقول؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا لا يضر لأن الصحابة كلهم عدول فرضوان الله عليهم، لهم علينا بعد الله حق عظيم. نصروا الإسلام وآوى رسول الله صلى الله عليه وسلم ونصروه وأيدوه وجاهدوا بجانبه وحفظوا القرآن ونقلوه وحفظوا السنة ونقلوها. إذ لولا الله عز وجل ثم أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام لانتهى الإسلام. لكنا الآن عباد أوثاق وأصنام. شوف تصور كيف، أريدك أن تتخيل كيف لهم علينا بعد الله فضل. هم الذين ماذا؟ حملوا هذا الدين بتوحيده وعباداته وأخلاقه وآدابه، هم اللي حفظوا هذا الدين فبلغوا إلى من بعدهم. وهكذا كل من يبلغ الدين له فضل بعد الله عز وجل على من بعده. فرضي الله عنهم وأرضاهم، هم الذين جاهدوا في سبيل الله، هم الذين آوى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هم الذين أيدوه، هم الذين نقل عن القرآن نقل عن السنة. فكلها هم الذين جاهدوا بأموالهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنفقوا في سبيل الله، لهم بعد الله عز وجل على المسلمين فضل عظيم. رضي الله عنهم ورضوا عنه، وحسبهم أن الله قد رضي الله عنه، أن الله قد رضي عنهم. نعم.